السلام عليكم ورحمة الله. أحبائي في الله، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى إلقاكم الفيديو ديال اليوم الخميس أحسن الظروف وأحسن الأحوال بإذن الله تعالى. فيديو ديال اليوم صراحة لقيت واحد المنتوج عجبني بزاف 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 عاد، وانتم كتعرفوا بأنني دائما كنبغي يعني نفيدكم الحاجة اللي كتعجبني أو كنلقى عليها نتيجة زوينة كتكون عندها جودة عالية، فكنقول ضروري 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 ما نجيبها المتتبعين ديالي باش يستافدوا. فاليوم بغيت نهضر لكم على لي كابسول ديال الفيتامين سي، كما هو مبين في العنوان وكما هو يعني مبين في الإشهار اللي درت لكم في الانستغرام اللي غادي نذكر به مرة أخرى، اللي هو yt.com.beauty. ف احنا كنعرفوا او كنسمعوا دائما لي كابسول ديال فيتامين او، يعني هذا الشيء اللي متداول ومعروف وشائع، لكن كذلك كاينين لي كابسول ديال لا فيتامين سي. وصراحه انا ملي جربتهم سورتو ديال هاد لا مارك اللي غادي نوريكم، فراه ما تقدروش تصوروا مدى الجوده ديالهم، واحد الدرجه لا تتصور. فلي كابسول اللي غادي ندوي لكم عليهم اليوم هما ديال هاد لاغام، اكيد غتكونوا كتعرفوها، فهي واحد لاغام اللي المانيا باليا ولا بالي، كل واحد كيفاش كيسميها. فهادو دي كابسول ديال الفيتامين او. الا لاحظتوا معايا فهاد لي كابسول يعني لا كولور ديالهم بون، ها هي اللي كنخدم بها هي هذه. فدرت ديجا 4 ديال لي كابسول، باقيين 3 لابواط كيكونوا فيها 7، فغادي تلقاوها سيغمون في يقدروا كاينين دي بارا فارماسي اللي غادي يديروها، غادي تلقاوها في لي فارماسي مثلا، تقدروا تلقاوها في دي فارماسي اللي كيديروها، تقدروا تلقاوها في لي غراند سيرفاس. نتوما راكم عارفين شنو هما لي غراند سيرفاس، يعني المراكز التجاريه الكبرى، فغادي تقدروا تلقاوها كذلك في لي بارفيمري اغري، فغادي تلقاوها عندهم الناس اللي كيبيعوا يعني لي بارفيم غي راكم عارفينهم، فغادي تلقاو فيهم هاد لاغام، فراها كاينه. كنصحكم انكم تاخذوا هاد لي كابسول. فشنو الفرق مثلا ما بين لي كابسول ديال الفيتامين او والفيتامين سي؟ فهنا غادي تلاحظوا معايا هنا لي كابسول ديال الفيتامين سي هما هادو، بلوتو ديال الفيتامين او هما هادو، ولي كابسول ديال الفيتامين سي هما هادو. فانتوما كتلاحظوا العبوه ديال الفيتامين او راها ترانسبارانت شفافه، لدرجة أن كيبان لنا اللون داخل ديال لا كابسول. باغ كونطخ ديال الفيتامين سي فراها يعني فلورونج، راها الكولور ديالها أوباك. ألوغ لا كولور ديالها أوباك، أنا غادي نوريكم أوباك، يعني ما كيبانش لينا اللون ديال لا كابسول. فوالا هذاك اللي كتشوفوه راه ماشي مع الكاميرا مع الضوء ما كيبانش، فراه ماشي اللون ديال المنتوج اللي كاين لداخل، نو هذاك اللون ديال ديك القريبه اللي هي فيها. غنحيد لكم وحده باش تشوفوا. فوالا ها انتم شفتوا، فهذا ماشي اللون ديال داكشي اللي داخل، فهذه القريبه اللي كيكون فيها اللون ديالهم من الداخل، فهو تقريبا نفس اللون ديال لا فيتامين او، في واحد اللون بحال صفيفر ولكن شي شويه اورانج كلير. فكتاخذوهم الوغ كتزولوا كتقطعوها من هنايا وكتعصروها في الوجه ديالكم، كتقدروا ديروا حتى في الكونتور دي زيو يعني تحت العينين، فما كاين حتى شي اشكال نهائيا. فعلاش داروهم هما في هذا لومبالاج هكا اوباك؟ حنا كنعرفوا او دائما كنقول لكم بان لا فيتامين سي فراها كتاكسد مع فعل الضوء، يعني دغيا كيأثر فيها الضوء وكيفقدها يفقدها داك الجوده ديالها. كما كتعرفوا بان لا فيتامين سي ولو تكون يعني في العصير، بحال دابا كنبغيو ناخذوا عصير ديال البرتقال، فحنا خصنا نشربوه سوغ بلاص، يعني ما خصوش يبقى، لان لا فيتامين سي كتاكسد في الهواء وما كيبقاش ما كتبقاش محافظه على ديك الجوده ديالها. فهاد الناس داروا هاد لا فيتامين سي في هاد لي كابسول هكا اوباك باش كيحافظوا على الجوده ديالهم. بالنسبه للثمن ديال هاد لي كابسول، فالبواط كما قلت لكم كيجيو فيها 7 ديال لي كابسول، الثمن ابتداء من 40 درهم،
ما عرفتش تقدو تلقاوه ب50، تقدو تلقاوه ب60، تقدو تلقاوه ب40، يعني على حساب البلاصه ملي غادي تاخذوه كيفاش الاستعمال ديالو. فاحنا كنعرفوا بان لي كابسول كيكونوا ترو كونسونطري، يعني كثر من لو سيروم. فلهذا كنصحكم انكم تستعملوا هاد لي كابسول جوج مرات في الاسبوع، يكونوا متباعدين حبه حبه. يعني الا كنا خدينا واحد لادوش، يعني دوشنا او جينا من الحمام، فملي كنبغيو نعسو حتى كنطفيو يعني الضو، فكناخذو لا كابسول ديالنا كنقطعوها من الفوق وكنخويوها هكا بواحد الطريقه متساويه في الوجه ديالنا، وكنديروا بها واحد المساج. وبطبيعه الحال ما نساوش العنق ديالنا، المساج او عمليه التبليه كتكون من الاسفل الى الاعلى، وكننعسو. ف سور بلاص هاد لي كابسول انا قلت لكم جربتهم، وانتم راه كتشوفوا محيدين منهم ديجا اربعه. ف سور بلاص البشره كتشربهم، و سور بلاص كيعطيو واحد ليدغاتاسيون، واحد ترطيب خطير 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 جدا، اللي ما يمكنش لكم مهما وصفته لكم انا، فما يمكنش لكم تصوروه، يعني حتى تجربوهم عاد تقدروا يعني تعرفوا او تفهموا شنو كنقول دابا وتحسوا به. اما الرائحه فهي هائله جدا، يعني فيه الريحه ديال البرتقال، يعني فريش غزاله بزاف 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 عاد. وكما قلت لكم قبيله، فكتقدروا ديروا حتى في الكونتور ديال الجو. بالنسبه لشكون يقدر يستعمل هاد لي كابسول ديال الفيتامين سي، اي واحد، اي شخص، رجال ونساء. بحال دابا انا كنت بعسول البارح واحد لابوط، واحد السيده بغاتها الزوج ديالها، قالت لي كيتعرض بزاف للشمس وهلكات ليه الوجه ديالو ولا هكا غامق وماشي هو هذا، قالت لي غادي يبقى يديرهم في الليل باش يعطيوه عاود يرجع ليه الوجه ديالو ديك النضاره ديالو الاولى. فيمكن لكم تستعملوها رجال ونساء، مراهقين ومراهقات. ليسونسييل هو اننا من نفيقوا في الصباح نغسلوا الوجه ديالنا مزيان 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 بالماء والجل او الصابون اللي كنستعملوه. الحاجة اللي كنأكد عليها دائما وهي سر بشرة نضرة خالية من المشاكل، الواقي الشمسي، الواقي الشمسي ثم الواقي الشمسي. فقلنا بأن كنستعملوهم جوج مرات في الأسبوع، يعني كل نهار كنديرو كابسول على وجه نظيف مغسول مزيان. وكما قلت لكم من الأحسن كونوا يلاه خدينا اون دوش أو جينا من الحمام، وتكون اخر حاجه غنديروها هي مساج بهاد لي كابسول. كنتمنى انني نكون جبت لكم حاجه زوينه اللي غادي تفيدكم، وكذلك تقلبوا على هاد لي كابسول وتشريوهم، لانهم فعلا يستحقوا اننا نستعملوهم، نقلبوا عليهم ونشريوهم. اي واحد عنده كيدير تريتمون اونتي تاش، اي واحد مثلا بغى مثلا عنده شي حفله او شي حاجه مستقبلا اللي يقدر يبدا يديرهم باش كيعطيو هذيك النضاره، اي واحد عنده واحد البشره منهكه وعيانه ولا هكا والوجه اللون ديال الوجه ديالو ماشي موحد فيقدر يستعملهم، فهما ما فيهم حتى شي اشكال. يعني الانسان اللي عنده بشره عاديه، بشره مختلطه، بشره دهنيه، بشره فيها حب شباب، بشره جافه، اي واحد يقدر يستعمل هاد لي كابسول ديال فيتامين سي، يعني بامان، فما كاين فيهم حتى شي اشكال. اللي خصنا جوج حوايج اللي فيهم مشكل، كنتبغوا اننا كنديروا لي كابسول ديالنا في الليل وتكون اخر حاجه باش يعني ما نتاداوش بالاشعه ديال الضوء، وفي النهار ملي نفيقوا كنغسلوا الوجه ديالنا مزيان مزيان بالصابون ولا الجل ديالنا باش الرواسب ديال فيتامين سي اللي بقات لينا في الوجه ما يعني ما تبقاش لينا يعني تتعرض لاشعه الشمس، وغادي تعطينا واحد النتيجه اللي من بعد اللي هي عكسيه. واخا كاينين الناس اللي كينصحوا بلا فيتامين سي انها دار صباح وفي الليل، هذه مساله بين قوسين خصها تناقش. لا فيتامين سي صراحه وشخصيا احذر من استعمالها على البشره نهارا مهما كانت الظروف والاحوال، ولو يكون الجو فيه ثلج نهائيا ما كنستعملوش لا فيتامين سي في النهار. ربما ان الناس اللي كاتبين في العبوه او الكارطون ديال هذاك البرودوي يديروها في الصباح وفي الليل باغي المنسوج ديالهم باش يسالي ويتباع دغيا، هذاك الشيء حنا ما شغلناش. او ربما هذوك المنتوجات حيت هي غربيه، فالغرب انا دائما كنقول لكم ما عندوش الشمس اللي عندنا حنا في البلاد ديالنا، فما كنشدوش برودوي
ونعموه على الناس في العالم كامل. كاين الناس عندهم جو بارد بزاف، كاين عندهم الناس عندهم جو دافئ، كاين الناس عندها جو حار ساخن بزاف، يعني بزاف ديال المعايير والاعتبارات كتدخل في هاد المسائل. لهذا الانسان قبل ما يحط شي حاجه على وجهه فخصو يخدم العقل ديالو وما يسمعش كل ما يقال راه حقيقه، ما يديرش اي حاجه راه ماشي اي حاجه كتجي ونحطوها على الوجه ديالنا. ونتبقى عارفين بان كاينين الناس كثار خسروا الوجه ديالهم، خسروا البشره ديالهم للابد غير بسبب انهم كيسمعوا اي واحد وكيديروا اي حاجه. كان هذا كل ما يخص فيديو اليوم، كنقول لكم امسيه سعيده، نلتقي غدا ان شاء الله في فيديو انتم تسالون وانا اجيب. شكرا جزيلا على الوقت اللي كتخصوه لاختكم وفاء من قناتكم بوتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.